طابت أوقاتكم مشاهدين الكرام في كل مكان، فأهلا وسهلا بكم إلى نشرة إخبارية من قناة المكلا المحلية، والبداية نستهلها بأبرز العناوين. محافظ حضرموت يلتقي السفير الفرنسي ونائب السفير البريطاني لدى بلادنا بالرياض. رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي يلتقي رئيس الجالية الجنوبية لمملكة البحرين في عدن. وصول باخرة المحروقات الثالثة المقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي لدعم كهربائي حضرموت. من العناوين للتفاصيل، أهلا بكم. التقى محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية لواء ركن فرج سالمين البحسني بالرياض السفير الفرنسي لدى اليمن السيد كريستيان لتعزيز سبل العلاقة في الساحة الحضرمية، حيث قدم المحافظ عرضا للأوضاع في حضرموت وجهود السلطة المحلية في جانب تطبيع الحياة ودعم مجالات التنمية والجهود في المجال الأمني والتي أثمرت بسط الأمن والاستقرار عقب تحرير ساحل حضرموت من تنظيم القاعدة، متطرقا إلى التحديات والصعوبات التي تقف أمام هذه التطلعات وحاجة المحافظة إلى دعم دول العالم. وأكد السفير مساندة فرنسا ووقوفها إلى جانب اليمن بشكل عام ودعم تطلعات جهود التنمية في حضرموت. وفي سياق منفصل، التقى محافظ حضرموت نائب السفير البريطاني لدى اليمن فيونا لبحث مجالات التعاون بهدف دعم جهود التنمية في حضرموت. وعقب استعراض المحافظ أوضاع المحافظة، أكد نائب السفير البريطاني وقوف المملكة المتحدة إلى جانب اليمن في هذه الظروف الصعبة ودعم جهود الإعمار والبناء والأمن في حضرموت. وفي العاصمة عدن، استقبل رئيس الجمعية الوطنية اللواء ركن أحمد سعيد بن بريك في مقر الجمعية رئيس الجالية الجنوبية في مملكة البحرين الأخ هاني محسن الشبحي. وخلال اللقاء أكد رئيس الجمعية أن صمود المجلس الانتقالي نابع في الأساس من القوى التي يستمدها من أبناء الشعب الجنوب في الداخل والخارج، مؤكدا بالوفاء لشعب الجنوب والسير على درب أسلاف الشهداء والمناضلين الشرفاء لتحقيق ما يطمح إليه شعب الجنوب. من جانبه أكد رئيس الجالية الجنوبية دعم المجلس الانتقالي في جميع المجالات والمراحل، وذلك لتعزيز المجلس في كل المحافل الدولية والإقليمية. هذا وخرج اللقاء بالاتفاق على التواصل المستمر بين قيادات الانتقال والجالية الجنوبية في البحرين لتوصيل القضايا والأمور المتعلقة بالجنوبيين وحقهم في تقرير المصير. من جانب آخر، اطلع رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي اللواء ركن أحمد سعيد بن بريك خلال لقائه بمدير أمن لحج العميد صالح السيد على الأوضاع الأمنية بالمحافظة ومستوى أداء الأجهزة الأمنية فيها. واستعرض اللقاء دور الأجهزة الأمنية في الحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة ومتابعة ضبط المخلين بالأمن. وأشاد اللواء بن بريك بدور الأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب والجريمة وتثبيت الأمن والاستقرار بالمحافظة، حثنا الجميع على بذل المزيد من الجهود ورفع اليقظة الأمنية واستشعار المسؤولية الوطنية في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن، مؤكدا على ضرورة التنسيق بين الوحدات الأمنية لضبط كل من تسول له نفسه العبث بالأمن والاستقرار وإغلاق السكينة العامة للمجتمع. أحبطت قوات الحزام الأمني بمحافظة أبين محاولة تسلل القوات الموالية لميليشيات حزب الإصلاح باتجاه مديرية زنجبار بمحافظة أبين. وذكر مصر أن قوات الحزام الأمني أفشلت محاولة تسلل لعناصر حزب الإصلاح باتجاه مبنى الأمن العام بمديرية زنجبار، وأجبرتها على التراجع بعد محاصرتها في مقر مبنى الأمن ودخول وساطة من شخصيات في المحافظة. وتواصل ميليشيا حزب الإصلاح خروقاتها للهدنة التي دعت لها المملكة العربية السعودية في محافظة أبين في الوقت الذي يلتزم قوات الحزام الأمني بتلك الهدنة تنفيذا لتوجيهات قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي. باشرت اللجنة المكلفة من قبل رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد مهامها بالنزول إلى مطار ريان الدولي للاطلاع على كافة التجهيزات والأعمال المختلفة التي تمت فيه وجاهزية المطار لإعادة التشغيل واستئناف الحركة الجوية، حيث التقت اللجنة مدير عام المطار المهندس أنيس باسواطين وعدد من قيادات المطار ومدراء الإدارات والجهات المنتدبة للاستماع إلى جميع المراحل التي مرت بها عملية إعادة التأهيل وتجهيزات التي تم تركيبها في المطار. كما تم تحديد برنامج عمل اللجنة وتقسيم المهام بحسب اختصاصات الأعضاء مع التشديد على أهمية إنجاز المهمة على أكمل وجه في الوقت المطلوب.
افتتح وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت الأستاذ جمال عبدون مشروع إعادة تأهيل مبنى مجمع 30 من نوفمبر للبناء بمنطقة الجول بمديرية حجر، والإعلان عن تشغيل مبنى مدرسة أبي ذر الغفاري بمنطقة ون. وأقام الوكيل عبدون ومعه مدير عام مديرية حجر المحامي أنور الشاذلي بجولة تفقدية على فصول المبنى والمختبر العلمي المتكامل للمجمع وملحقاته، كما تفقد الوكيل عبدون روضة الأمل ومدرسة عمار بن ياسر بمنطقة بالحصين ومدرسة أبو حنيفة بمنطقة القيمة، مطلعا على سير الدراسة ومستوى أداء المعلمين داخل حجرات الدرس وأعمال التلاميذ والطلاب، مشددا على ضرورة تفعيل دور رؤساء المناطق التوجيهية والأنشطة الصفية للتلاميذ والطلاب، موجها بتوفير عدد من الاحتياجات الضرورية للمدارس. تمكنت نقطة بويج بمفرق العيز من إلقاء القبض على عصابة متخصصة في سرقة السيارات قادمين من خط الريان ومتوجهين صوب المكلا، وبحوزتهم باص قاموا بسرقته، حيث تم الاشتباه بالعصابة أثناء عملية التفتيش، وتلقت النقطة بلاغ من المجني عليه يفيد بأن العصابة قام بتكبيله وضربه ورميه بالقرب من جولة الريان، وقاموا بسرقة الباص والفرار به، وقام أفراد النقطة باتخاذ الإجراءات وإلقاء القبض على سائق الباص. تمكن طاقم الورشة المركزية وقسم الإنتاج بالمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بساحل حضرموت من تشغيل البئر رقم 3 بحقل زمن المائي وإدخالها في الخدمة بكامل طاقتها. وأكدت مؤسسة المياه في بيان لها بأن عدد الآبار التي تعمل بكامل طاقتها في الحقل 4 آبار ما عدا البئر رقم 4 الخارج عن الخدمة منذ عدة أسابيع، ولم تتمكن المؤسسة من إنزال مضخة جديدة لحصول تهدم في البئر. وكانت قيادة المؤسسة قد ناقشت في اجتماع لها تموينات المياه بمنطقة غرب المكلا، وخرجت بعدة حلول ومعالجات تقرر بحفر بئر بديلة، وسيتم البدء في العمل خلال الأسبوع القادم، وسيتم إنزال الحفار ووضع الحلول ومعالجات لتعويض منطقة غرب المكلا فوة بكميات إضافية للمياه. رصت في رصيف ميناء المكلا باخرة المشتقات النفطية الثالثة مقدمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم كهرباء ساحل حضرموت، وتحمل الباخرة على متنها 7200 طن من مادة المازوت. وخلال التدشين أكد ممثل الهلال الأحمر الإماراتي حمد الشامسي أن هذه الباخرة الثالثة تأتي لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي على المواطنين، موضحا بأن هذه المكرمة جاءت بمتابعة حثيثة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي. من جانبه شكر وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس محمد العمودي دعم الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة ووقوفهم مع السلطة المحلية في حضرموت. بدوره اعتبر المدير العام للمؤسسة العامة لكهرباء ساحل حضرموت المهندس عبد الله حمران أن هذا الدعم يعد ثمرة من ثمار التعاون الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة، وأنه سيساعد على عدم تكرار في انقطاع التيار الكهربائي وتحسنه واستقراره. زار مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت مدير إدارة الموارد البشرية لمجموعة شركات العربية عصام محفوظة، وناقش الاجتماع مع القائم بأعمال مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت أوسام بحسين الرؤى والأفكار الهامة التي تهدف إلى ضرورة تعزيز التنسيق المشترك بين الجانبين لإلقاء الضوء على آلية التعاون المشترك في بحث وتعزيز علاقات العمل وأهم الأعمال والإجراءات التي يتبعها مكتب الشؤون في تخليص شؤون العاملين وتجديد عقودهم. قام الفريق الجيولوجي بإدارة التقييم والترويج بهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية فرع حضرموت بالنزول الميداني لدراسة وتقييم خام الدولمايت بمنطقة خمار القبلية بمديرية أرياف المكلا، حيث تم تقييم ودراسة التتابع الصخري لتواجد خام الدولمايت، وقد لوحظ تواجد سمكات لخام الدولمايت تتراوح ما بين 6 أمتار إلى 8 أمتار، ويمتد بصورة واسعة بمنطقة الدراسة وذات نوعية جيدة، ويدخل خام الدولمايت ضمن الصناعات التحويلية والأعمال الإنشائية، وأيضا يستخدم كرخام وأحجار البناء والزينة، وتم توضيع عملية الاستخراج حسب المعايير المتبعة دون الإضرار بالجوانب البيئية، وأخذت عينات لإجراء التحاليل الكيميائية والاختبارات النصف صناعية.
ترأس المدير العام لمكتب الشباب والرياضة بساحل حضرموت الكابتن حسن مسجدي اللقاء الأول للجنة الإعداد والتحضير لفعالية الاحتفال باليوم العالمي للطفولة الذي سيصادف 20 نوفمبر. وقدم الكابتن مسجدي صورة شاملة عن فعالية المهرجان الرياضي للأطفال وما شمله من تعميم وزارة الشباب والرياضة بخصوص إقامة الفعالية تزامنا مع اليوم العالمي للطفل الذي يحتفل به كل عام. وجرت بعد ذلك مناقشات مستفيضة بين الأعضاء فيما يتعلق بالإعداد والتحضير وتحديد مكان ومواعيد البروفات والبدء بإعداد التصورات والمقترحات لتقديمها للاجتماع القادم للجنة لإقرارها وتدشين التحضيرات رسمياً. نهاية النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها من أنباء. محافظ حضرموت يلتقي السفير الفرنسي ونائب السفير البريطاني لدى بلادنا بالرياض. رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي يلتقي رئيس الجالية الجنوبية لمملكة البحرين في عدن. وصول باخرة المحروقات الثالثة المقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي لدعم كهربائي حضرموت. السيدات والسادة، هذه كانت نبذة الأخبار قدمناها لكم من قناة المكلة المحلية. شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء.